بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل في الفيديو ده ان شاء الله اكزامبل 3-3 من كتاب انجينيرنج فلويد ميكانكس الجر ليبرت كرو اند روبرتسون. المساله بتقول ابلاينج ذا هيدروستاتيك ايكويشن تو اويل اند ووتر ان ا تانك. هنطبق الهيدروستاتيك ايكويشن على تانك مليان زيت وميه. اويل وذ سبيسيفيك جرافيتي اوف 8/10 فورمز ا لاير اوف 9/10 متر ديب. فعندي زيت يمثل لير عمقها 9/10 متر ديب in an open tank، التانك مفتوح من فوق، that is otherwise filled with water عند 10 درجة سلسيوس. The total depth of water and oil is 3 متر. What is the gauge pressure at the bottom of the tank؟ عايز يعرف الجيج بريشر في البوتوم بتاع التانك قد ايه، وهو بيقول لي ان ارتفاع السائلين مع بعض التوتال ديبث بتاع الزيت والميه مع بعض في التانك 3 متر، عايز يعرف السائلين ارتفاعهم قد ايه. طبعا هنا ما قاليش المساله مين فوق ومين تحت، بس احنا عارفين ان الزيت اخف من الميه، فالزيت هيبقى فوق والميه هتبقى تحت. حتى لو انا مش عارف مين هو السبيسيفيك جرافيتي بتاعته اخف، هو ايه اللي في راس المساله؟ ان الزيت السبيسيفيك جرافيتي بتاعته 0.8، واحنا عارفين ان الميه السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 1. بغض النظر عن درجة حرارتها، مش هتفرق معانا كتير درجة الحرارة، لأن احنا كده كده زي ما اتفقنا لو أنا مش مديك density بتاعة المية في المسائل حضرتك بتفرضها على طول ب 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، ما تفرقش معانا خالص الفروقات البسيطة عشان درجات الحرارة دي مش هتفرق معانا خالص. طيب يبقى أنا عندي الزيت فوق والمية تحت، الزيت عمقه 90 سنتي أو 9/10 متر، يبقى المية عمقها 2.1 عشان تكمل ال 3 متر بتوع التانك. يبقى انا عندي دي المساله بتاعتي. مهم جدا ان احنا نفهم المساله ونعرف نرسمها، لان مش كل المسائل هتبقى مرسومه. النقطه الثانيه حضرتك، المساله دي ما كانتش مرسومه، يبقى مهم جدا نحط نقطه 1 فين ونقطه 2 فين ونقطه 3 فين، عشان لما نيجي نحل المصحح او الدكتور يبقى عارف حضرتك بتقول له P1، P1 دي فين؟ بتقول له P2، P2 دي فين؟ ما انت ممكن تحط 1 تحت و2 في النص و3 فوق براحتك. ففي الاخر مهم جدا تحط النقط اللي انت هتشتغل عندها البريشرز بتاعتك او هتعمل عندها الهيدروستاتيك ايكويشن بتاعتك، تحط فين 1 وفين 2 وفين 3. نبدا نحل المساله، وهنحلها بطريقتين، هنحلها بالبيزومتريك او بالبيزومتريك بريشر، ونحلها بالمعادله اللي هي روجي اتش اللي احنا عارفينها من زمان. نقطه مهمه برضو قبل ما نحل المساله، يا ريت نتوقع الضغط تحت هيبقى كام. احنا عارفين ان ارتفاع او الضغط الاتموسفير بتاعنا عبارة عن 10.3 متر مية. انا عندي السوائل هنا عمقها حوالي 3 متر مية او 3 متر مية بالظبط، تمام، ولكن اللي فوق ده السبيسيفيك جرافيتي بتاعته 8/10. هنا الزيت ده الاس بتاعته بتساوي 8/10، يعني لو حولته المية هيبقى حوالي 70 سنتي مش 90 سنتي، فكأن ارتفاع المية هنا هو 2.8 متر، تمام. 2.8 على 10.3 تقريبا اللي هو الضغط الجوي، يبقى انا بتكلم تقريبا ربع او تلت الضغط الجوي، يعني في الحدود دي، يبقى انا بتكلم ما بين ربع وتلت الضغط الجوي. انا متوقع الضغط بتاعي يطلع في الرينج ده، يبقى انا قبل ما احل المساله ببقى عارف الضغط هيطلع كام، عشان لو طلع حاجه ثانيه يبقى انا عملت غلطه ادور على الغلطه بتاعتي فين. زي ما قلنا لازم نربي عندنا ونتدرب على الحس الهندسي واحساسنا بالارقام. نبدا نحل المساله بالهيدروستاتيك ايكويشن. الهيدروستاتيك ايكويشن حضرتك لما تيجي تطبقها بتطبقها في نفس الزيت، في نفس الليكويد، ما ينفعش تطبقها في الاويل والووتر مره واحده. يعني ما ينفعش اقول ان بي زد 1 بتساوي بي زد 3، غلط. لا، ده انا هقول ان بي زد 1 بتساوي بي زد 2، يعني بريشر بتاع 1 زائد جاما اويل في زد 1 هتساوي بريشر 2 زائد جاما اويل في زد 2، تمام. ومن هنا هقدر اجيب بريشر 2 بتساوي كام، هيطلع عندي طبعا بي 1 هاخدها بزيرو لان هو طالب الجيج بريشر، فهاخد الجيج بريشر بتاعي بزيرو. احنا عارفين طبعا ان جاما ووتر هتساوي 9.81 في 1000 اللي هي بتساوي 9810 نيوتن لكل متر تكعيب. الرقم ده ممكن نحفظه على طول. جاما اويل هتساوي 0.8 جاما ووتر، لان هو بيقول لي الاس بتساوي 8/10، الاس هي جاما على جاما او رو على رو. هنطبق في القانون، اجيب بي 2، بي 2 هتساوي جاما اويل في زد 1 ناقص زد 2 هتساوي 8/10 في 9810، دي الجاما اويل، زد 1 ناقص زد 2 ب 90 سم 0.9 متر.
هيطلع الضغط عند ضغط 2.2 7063 و2 من 10 باسكال او نيوتن لكل متر سكوير. بعد كده هطبق اقول بي زد 2 بتساوي بي زد 3. بيزومتريك بريشر عند 2 بيساوي 3 لان 2 و3 في نفس السائل. بي زد 2 هتبقى بي 2 زائد جاما ووتر في زد 2 هتساوي بي 3 زائد جاما ووتر في زد 3. يبقى من هنا هقدر اقول بي 3 بتساوي بي 2 زائد جاما ووتر في زد 2 ماينس زد 3. نعوض هتساوي جاما بي 2 ب 70 6 3 و2 من 10 زائد جاما ووتر 9810 مضروبه في الفرق الاتشات اللي هو 2.1 متر اللي هو عمق الميه ده زد 2 ناقص زد 3 هو الدلتا اتش او دلتا المسافه اللي بينهم دي كده اهو. هيطلع عندي البي 3 بتساوي 27664.2 باسكال او بتساوي 27.7 كيلو باسكال. احنا عارفين الضغط الجوي 101 كيلو باسكال، انا تقريبا زي ما قلت في الاول طلعت ما بين الربع وتلت الضغط الجوي، يبقى انا كده المساله بتاعتي محطوطه صح وانا متاكد 100%. خلينا نحلها. نقول ان البي 3 بالروجي اتش بقى، انا ممكن اقول ان بي 3 من الاول خالص هتساوي جاما اويل في اتش اويل زائد جاما ووتر في اتش ووتر، هيطلع نفس الرقم. جاما اويل جاما اويل اتش اويل هتديك بي 2 وجاما ووتر اتش ووتر هتديك اللي هي 9810 مضروبه في 2.1 هتطلع نفس الرقم بالظبط اللي هو 27.7 كيلو باسكال. طيب خلينا نشوف لو حد غلط في الاول وقال لي ان بي زد 1 بتساوي بي زد 3 هتطلع المساله عامله ازاي. خلينا نجرب. بي زد 1 بتساوي بي زد 3، كنت هقول ان بي زد 1 اللي هي فوق خالص هتبقى بي 1 زائد جاما اويل في زد 1. بي 3 دي زد 3 دي في ميه هتبقى بتساوي بي 2 بي 3 زائد جاما ووتر في زد 3. مش كنا هنعملها كده؟ كنا هنعملها كده. طيب خلينا نعوض ونشوف هيحصل ايه. كنت هاخد بي 1 بصفر واقول بعد كده ان بي 3 كانت هتساوي جاما اويل في زد 1 ناقص جاما ووتر في زد 3. جاما اويل في زد 1 بكام؟ ب 3 متر، لان زد 1 لو انت قيسها من تحت خالص، لان لو خدت الديتم بتاعك هنا اهو وقست زد 1 من فوق خالص لحد تحت خالص تمام، خدت دي هي زد 1 فزد 1 هتطلع 3 متر، يبقى زد 1 هتطلع 3 متر هتبقى هنا اهو 3 او جاما اويل في 3 ماينس زد 3 هتبقى بصفر ماينس 0، يعني كانها كانت هتساوي 0.8 في 9810 في 3، وده رقم غلط خالص. اوعى حد يعمل المعادله بتاعت البيزومتريك ايكويشن الهيدروستاتيك ايكويشن، اوعى تعملها بين سائلين مختلفين. الهيدروستاتيك ايكويشن اعملها بين 1 و2 باستخدام جاما اويل عند 1 وجاما اويل عند 2، وبعدين اعملها بين 2 و3 باستخدام جاما اويل عند 2 وجاما اويل عند 3 باتخاذ معلوميه ان البريشر عند 2 هو هو من ناحيه الميه او من ناحيه الزيت، بي 2 من فوق هو هو بي 2 من تحت زي ما اثبتنا في المحاضره وقلنا ان الضغط في جميع الاتجاهات عند نفس النقطه لنفس القيمه. كده خلصنا الاكزامبل ونركز يا شباب في الحل بالدماغ، الحل الهندسي، يبقى عندك احساس هندسي. الثلاثة متر يبقى انا اقل شويه من ثلث اتموسفير، خلصت المساله، عشان لما تطلع الحل في الاخر تبقى متاكد ان الحل بتاعك مظبوط. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.